شيء بالشيء يذكر. يسألون أحيانا واحد يكون يعرف أسماء الأئمة، يكون يعرفها على الأحوط. هناك روايات تدل على أنه الموالي المفروض يعرف أسماء أئمته، وبالترتيب في مضمون رواية علي بن أبي حمزة البطائني لعنه الله، اللي الإمام الرضا عليه السلام الرواية واردة عنه قال: أنزل الآن، مات علي بن أبي حمزة الواقفي، أنزل إلى قبره، جاءه الملكان، قال له: من ربك؟ قال: الله ربي. من نبيك؟ من إمامك؟ علي. ذكر الأئمة ثم من ثم من، إلى أن وصل للإمام الكاظم عليه السلام. قال له: ثم من؟ واقف هذا، وقف على الإمام الكاظم، سكت، تلجلج. قال: ثم من؟ عقب الإمام الكاظم منو؟ ما يقدر يحكي، أنكر. فضرباه بمرزبة اشتعل قبره منها نارا. الإنسان خلي يحفظ أسماء أئمته وبالترتيب، ليحفظ الأسماء اللي ما بيها فائدة وما بيها قيمة، فلان لاعب وفلان ما أدري منه، هالترهات هذه شنو ثمرتها وشنو فائدتها أصلا؟ حتى المو حرام منها، الحرام هو حرام، لا حتى المو حرام، والله هذا اللاعب الفلاني وهذا أحسن من غيره، وهذا شنو ثمرتها الترهات؟ يحفظ أسماء أئمته، يعرف أصول دينه، فروع دينه.